هذه مظاهرات أو هذه تظاهرات صادقة، هذه تظاهرات ليست مدفوعة الثمن من قبل الأحزاب، هذه تظاهرات وطنية، هذه تظاهرات الدافع الحقيقي بها حب الوطن، هذه التظاهرات خرج بها المؤمنون الذين يصدحون الساعة، هذه التظاهرات إن شاء الله سيصل صوتها إلى أبعد مكان وأبعد نقطة في هذا البلد. هذه التظاهرات كانت لأجل إيقاف أو إسماع صوتنا بدءا من المرجعية الرشيدة حتى آخر قيادي في هذا المجتمع، أن مجتمعنا لن يتغير ولن يتغير أبدا ما لم نغير بعض مواد الدستور. بعض مواد الدستور يجب أن تتغير كي نستطيع أن نغير النظام الحاكم. النظام الحاكم لن يتغير بدون أن تتغير هذه المواد. يجب أن نوقف هذا الهدر بالأرواح والأموال بالثروات. هناك بعض السياسيين والأحزاب روجوا لهذه التظاهرات واليوم لا نراهم. ما الذي كي يقولوا إننا مع الشعب، والحقيقة أنهم ليسوا مع الشعب. حتى القنوات لم تحضر، حتى الفضائيات لم تحضر. هذا يعني حرب على المواطن، هذا يعني حرب على هذا الشعب المسكين الذي يريد أن يقول كلمته. أنا الآن اسمح لي أن أقول باسم متظاهرين هذا البيان إلى المرجعية الرشيدة، إلى أصحاب السماحات، إلى رئاسة الجمهورية الموقرة، إلى رئاسة البرلمان، إلى رئاسة الوزراء، إن هدفنا الوطني المنشود هو تحرير العراق من الدستور المفخخ الذي أشرفتم على إنتاجه، فكبل العراق بنظام حكم لا مركزي فضفاض مترهل لا يتلائم مع الجبلة البشرية ولا يحكم سلوكها ولا يضبط حركة أي مجتمع من دول العالم الثالث، لا سيما إذا قام هذا النظام في ظل احتلال مقيت وبلد تتقاذفه الأهواء السياسية وتنهشه مصالح دول الجوار. إن هذا النظام قد ساعد على سفح دمائنا وهدر ثرواتنا وسفح سنين من الأمل بالتغيير، وقد رأيتم أنه نظام يفرخ فسادا وغدرا وإثما ولو اعتلى دفة الحكم فيه البراء والنزهاء وأصحاب الفضيلة الطيبون، وعليه فقد خرج الشعب ليصيح بناديكم أن آن الأوان للإصلاح الدستوري وإقناع الأطراف التي ساهمت بوضعه، وخاصة ساسة إقليم كردستان بتعديل بعض مواده التي تتعلق بنظام الحكم أو وضع مواد بديلة تضمن إقامة حكم مدني رئاسي برلماني ديمقراطي، وأن لا يتعلل الساسة الأكراد بمكتسب تحقق للشعب الكردي بعد مظلومية طويلة، لأنه لا يكون على حساب دماء الغالبية من إخوانهم العرب وعلى حساب مصير البلاد ومصالح العباد. إن بناء دولة قوية تحفظ معها الأعراض، تحفظ معها الأعراض والأموال ويطمئن معها إلى المستقبل مرهون بإصلاح هذا الخلل الكبير وتغيير هذا النظام الهش مهما كلف ذلك من ثمن وبأي وسيلة، مستفيدين من ضغط الجماهير وشرفاء العرب والأمم المتحدة والمحافل الدولية وأدوات الضغط القريبة والبعيدة، لأنه الحل الذي لا يتم الإصلاح بدونه. فاسمعوا لنا واستجيبوا كما سمعنا لكم طويلا واستجبنا، واحتشدوا يا قادة هذا المجتمع المسكين واستجيبوا لنا يا قادة هذا المجتمع. أنتم يجب أن تكونوا في خدمة هذا الشعب كما أمرتم الشعب أمس فاحتشد، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وشكرا لكم. من 2003 لهذه الساعة ولهذه اللحظة العراق دمر، نهب كل خيراته. هذه الحكام الفاسدة والأحزاب الفاسدة، يومية تزداد الأحزاب 288 حزب. لماذا هذه الأحزاب سرقت العراق، جوعت العراق؟ اليوم لا تعليم ولا صناعة ولا زراعة ولا تجارة ولا كهرباء ولا مي. أين حقوقنا؟
اليوم 30 يوم يبوقون بالنفط، نريد يوم واحد للشعب المسكين الشعب العراقي حقوقنا، كل فرد ذا ورقتين تجي 10 اوراق، نبني المدارس، نبني الجوامع، نبني الجامعات. اليوم الكفاءات هجرت، اليوم الناس ذبحت على الهويه، كل هناك هؤلاء الفاسدين كل من عنده جنسيتين وثلاثه بريطانيه وامريكيه واسرائيليه. نقول من هذا المنبر الشريف يا شعب العراقي، يا حكومه، يا حكومه يا ظالمه، انتبهوا الى هذا البيت الحقيقي، بيت العراق. ما تنفعنا لا امريكا ولا ايران ولا السعوديه ولا قطر ولا الكويت، نحن نريد هذا البيت نبنيه كل العراقيين، ويحتم العراق. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق. مثل ما تشوفوا تتابعون القوات القذره تضرب المتظاهرين السلميين. الدخان، والله شرفه الدخان، اعتداء على المواطنين وعلى المتظاهرين. مثل ما تشوفون وتتابعون غاز تضرب المتظاهرين السلميين الذي لا يحمل بس راية العراق وراية الله أكبر، ما يحمل بس راية الله أكبر. ناس مواطنين سالمين ما لديهم غير كلمة الحق، سلاحهم بس أنه يطالبون بحقهم. لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم. نقول للمسؤولين يا ريت احد من المسؤولين الكبار يطلع يتفاهم ويا هذا الشعب ويا هاي المظاهره ويقول كلمه الحق للشعب هالمره. اتصور عيب الاستهانه بالشعب، كافي، استحوا على دمكم، استحوا على انفسكم، هذا شعبكم، هذا شعبكم في يوم من الايام كان مغرور بيكم وجابكم، الان عرفوا كل نواياكم، عيب عليكم. اطلعوا حاجوهم، اطلعوا فهموهم، اطلعوا وعدوهم بالصح. عاش العراق، عاش العراق. اجينا ان شاء الله نضحي برواحتنا، اقول للشباب العراقيين هاي نهايتها، بعد لو تقعدون وتسكتون ماكو نهايتكم ان شاء الله. اجينا نضحي برواحتنا، انا هسه جيت استشهادي، اطب افجر روحي بالبرلمان. انا خالد ابو سجاد الدبيسي من ابناء مدينه الصدر، انا امثل مدينه الصدر. نهايتكم ان شاء الله. ما نريده سوابينه، بطل مي ما عنده، اشتري ربع دينار ما عندي، وحق الحسين ما عندي، ما عندي والله. الانتفاضه الشعبانيه لعبنا لعب وصحنا الله اكبر. يا علي الريد قاعد جحثري، اجانا الجحثري سوانا، السوا شنو الجحثري السوا تسوي عمي شنو سوا الجحثري؟ انه الله اكبر يا علي، ما نريد قاعد جحثري احنا، ما بقنا انبقنا، انبقنا ناس حماميل بالضيم حالنا، ما عندنا قوت. شنو هذا الحكي مالهم؟ شنو يستحون؟ ما عندهم عروض، ما عندهم كرامه. شنو الأذية هاي؟ ما تأذينا أذية مصايره. أخي كما أسلفنا وقلنا لكم أن الخلل هو بنظام الحكم، يجب تغيير نظام الحكم. وشلون يتغير نظام الحكم؟ لازم نعدل مواد الدستور. مواد الدستور ما راح يسمحوا لهم الأكراد. قادتنا لازم يكونون شجعان، مرجعيتنا اللي اشرفت على الدستور لازم تتدخل هالمره، مثل ما امرت الحشد واحتشد لازم هي تستجيب لكم هالمره. احنا نحترم هذه المرجعيه، نحترمها لانها رشيده ولانها ناصحه، فيا ريت يا ريت تسمعنا ايضا. نوجه نداء ورساله للمرجعيه رشيده العزيزه علينا اللي اطت فتوى والشعب جاهد وضحى بالغالي والنفيس، وظلت عوائل الشهداء قاتل الجوع وقاتل الظلم، واللي قاعد التجاوز يفشلون عليه بيته، وهم حلال عليهم يقعدون بيوت التجاوز اللي بناها صدام حسين. هسه ما عندنا هذاك النظام ولا صدام ولا لا اهل بي ولا اهل بيهم، زين انتم حلال عليكم تاخذون بيوت صدام يقولون بيها، هذا حق لكم، هذا الدستور بس لكم حق، بس المواطن اللي تفشلون اللي قاعد التجاوز وهو عنده شهيد مضحي بنفسه وراح لبنداء السيد نداء المرجعيه وقاتل ودافع ما يعطونه حقه، فنطالب المرجعيه مثل ما حطت نداء والشعب لبى، لازم المرجعيه لها صوت لها الحكومه الفاسده، لان ظلموا وعلى حسابات اللي حكي قبلي، عمي مريض قائد جعفري، تبرينا من الجعفريه كلهم لان الشارع حراميه، والله لا يوفقهم دنيا واخره، ظلموا الشعب، دمروا الصحه ودمروا كل شيء.
انا من اهل الكوت معوق. حيا الله الكوت. اشوفك لو ما اشوفك؟ حيا الله الكوت. اسمع انتم هسه انا راتبي 65,000 كل 130 كل يومين كل شهرين يعطوني 130 يقطعوهم من عندي. ها شوف قدام. لا اله الا الله. شوفها؟ لا اله الا الله. شوفك اشوفك جسمي؟ صار بيه؟ اعطوني هسه انتم 140 مليون تقبضون 65 تقطعونهن؟ يعني هاي ضايعه تعلمون هاي شنو؟ هاي شنو؟ هاي شنو هاي؟ جسمي كله 65 تقطعونها عليه 130؟ ما خليت واحد ما رحت له. اولاد المسؤولين باوروبا. اي نعم. احنا على مدار 16 سنة نطالب الحكومة، اما اليوم بعد المعاناة اللي شفناها والويلات من هذه الحكومة، الحكومة البائسة اللي لن تجلب للشعب الا الدمار والانتهاك الاعراض وبيع العراق، اليوم وقفتنا هنا في كافة المحافظات والتظاهرات السلمية، ثورة الامام الحسين السلمية ستكون، اليوم مطلبنا واحد لا غير، الله واحد ومطلبنا واحد وهو اسقاط هذا النظام البائس وتشكيل حكومة وطنية، اي مطلب جزئي ما مرفوض فرضا، واعلنا بهذا في بيان رسمي قبل ساعة فقط، اسقاط العملية السياسية وتشكيل حكومة وطنية، غير هذا ما عندنا طلب. واي واحد ما يتفاوض مع الحكومه اي تفاوض مع الفاسدين ما عندنا. الشعب مصدر السلطات والشعب اختار طريقه ان تكون ثوره على الفاسدين. هؤلاء الذي اتوا على الدبابات الامريكيه يجب اسقاطهم اليوم قبل غدا من اجل اشراق نور العراق. هذا مطلبنا ولم يكن غيره. واليوم ستأتي الملايين إلى ساعة التحرير وسيكون لنا وقت محدد لإعلان ساعة الصفر وإعلان البيان إن شاء الله على وجود وأيدي الشباب والأحرار. خلاص يجب أن ترحل هذه العملية البائسة. يجب اليوم كل مدن العراق لديها مشاكل، مو فقط محافظة عندها مشكلة ومحافظة غنية، الكل فقراء، الكل كلنا اليوم مطلبنا واحد وسيكون واحد إن شاء الله. واليوم إن شاء الله سنفوز، سنبث البشرة إلى المظلومين والأيتام والفقراء وإلى الشعب العراقي إن شاء الله. اليوم جئنا نحن من جميع المحافظات العراقية من البصرة والكوت والعمارة وكذلك من الشمال والجنوب والغرب نتكلم بشكل مختصر وتحت الراية العراقية وفي العاصمة الحبيبة بغداد من ساحة التحرير نطلقها بكلمة واضحة وتحت الأشعة اللاهبة نقول أننا نطالب بتغيير النظام الفاسد لأنه لم يأتي بشيء جديد وأول المتجاوزين على الدولة العراقية وعلى الدستور إنما هو رئيس الوزراء الذي جاء عبر المحاصصة وكذلك المحافظ محافظ البصرة الذي يملك منصبين منصب محافظ ومنصب في البرلمان أهكذا هو القانون؟ العملية السياسية لم تأتي بشيء. نعم جاءت بشيء، جاءت بالمخدرات، جاءت بالمحاصصة، جاءت بالقتل والتهجير، جاءت بداعش، جاءت بالاحتلال، جاءت بالفقر والمجاعة والمخدرات والكريستال والتدخل السياسي. لذلك نحن نتكلم بشكل مختصر نطالب بتغيير النظام وهم اليوم العراقيون مستقلون لا ينتمون لا أي جهة ولا أي حزب ولا أي كان. نطالب بتغيير النظام وإن شاء الله نحن من هنا صامدون وتحت راية العراق ولا ننتمي لأي جهة كانت. شكرا جزيلا لكم. طبعا مثل ما تتابعون تشوفون قوات الشغب يعني ترسد ترس من بدايه جسر الجمهوريه والى وزاره التخطيط مثل ما تتابعون ما ادري شوفوه ولا ما شوفوه من يعني من وراء الشمس شويه ما في ما راح تركزون بصوره صحيحه اشعه الشمس شويه تعكس على الصوره متروسه مكافحه الشغب الجسر الجمهوري عباره عن مكافحه الشغب ومثل ما تتابعون تشوفون انه الدخان الغاز السام يضرب المتظاهرين الذي يحمل سوى راية الله اكبر وراية العلم العراقي فقط لا يحمل غيره. اذا لم تشتكي حمة القمح اذا كان القاضي دجاجة فعلى رأسه مدحة المحمود. مدحة المحمود في زمن النظام البحث الإجرامي صدر قانون قص الإذن والآن هو ينظر عليهم بالقوانين.
الدستور ما يتغير، الدستور بريمر جابه، من جابه بريمر يا الوافقت علي المرجعيه ما يختلف علي، والوافق علي الحركه الوطنيه المعارضه الحزب الشيوعي وما شابه. هاي خل نقطة راس سطر خليفتين من الشعب العراقي، هذا الدستور هذا يتغير، مو تغيره من خلال قناة ولا من خلال منبر، لا، اكو فقرات وطنيين يتفقون عليه. الشغلة الثانية، عادل زوية ما مرشح ولا مستقل، كان بحثي في زمن النظام، وكان اسمع اخي علمني، وكان قومي في زمن نور السعيد، والان ترأس في المجلس الاعلى، سرق وقتل حماية مصرف الزوية. في عام 2005 كان أستاذ عزيز، في عام 2005 يترأس عضو الجمعية الوطنية هو إبراهيم الجعفري والمالكي، حط 17% من إيرادات نفط البصرة حولها إلى إقليم كردستان. يا عادل زوية، يا عادل زوية، حصنتك مسعود وانطيته هدية، ابن البصرة جوعان وابن الناصرية لا تدلل علي. يا عادل زوية، يا عادل زوية، نحن نطالب من خلال منبركم، منبر كل إنسان عراقي همه الوطن فهو منبره شريف. الإمام الحسين ثار الظالم وليس من أجل سلطة، لأجل إصلاح في هسه كل طلبتنا الأعزاء في زمن النظام يردون منه تزكية من بعثي، هسه الآن في هذا النظام يردون من يمه إلا من شنو؟ إلا من حزب، فأكلهم صفقة وياي بروح أبوك. كان السيف والدله هسه الحج والمله، كان السيف والدله هسه الحج والمله، كان السيف والدله هسه الحج والمله. من 2003 ما شفنا ابد راحه، من 2003 ما شفنا ابد راحه. حسين مقيمة ولطم، حسين ثورة على حسين مقيمة ولطم، حسين اليوم 1/10/2019 الثورة ضد الفاسدين وضد أهل العمايم. عم موتونا، ما نريدهم، خلي يطلعون، شعب كاتل الجوع، لا حرية لا شغل، بطالة، العالم نايمة، تهديدات، تهددون بالعالم، ليش تطلع تحكي ضدنا؟ ليش تقول هيك؟ عم ما نريدهم يطلعون. اليوم ضد الاحزاب ملت، عم هاي الشباب ملت، لا شغل لا مشغله، يبيع مي، شنو يبيع مي؟ احنا بلد النفط، بلد التجاره، بلد ترابنا ينباع، عمي ترابنا ينباع على الخليج، الشجار ينباع، واحد يبيع مي، واحد يجدي، واحد ما ادري وين، عمي مو عيب، عمي خلي يطلعون ما ادري الاحزاب، لا اريد هذا العامري ولا اريد فلان ولا اريد علان، اريد عمي حريه، احنا شباب حريه، هسه هذا الشاب عنده حريه، هذا الشاب عنده حريه، اتحداه. ماك عمي هيك مريض وخي يطلعون، لا اريد افنديه ولا اريد عمايم، الله اكبر عليهم، قتلنا الجوع، قتلنا الجوع عمي، لا شغل ولا مشغله. عتبنا على ذول اللي قاعدين بالبيوت وما يطلعون المظاهرات، والله العظيم عيب عليك، عيب عليك. ليش هاي الشباب قطيعه؟ هاي الشهاده العالم شهاده، عنده شهاده هالطولها 17 سنه يدرس، رايح عيونه يجذب علي مي، ليش احنا ليش وين عم احنا وين؟ روح شوف الشهايد بالدول، روح عندك شهاده يقول لك عم انت. الله شوفوا، سمعونا طاقات،
تعبونا والله. طبعاً مثل ما تشوفون وتتابعون جسر الجمهورية متروس عبارة عن مكافحة الشغب. شوفوا المتظاهرين ما يحمل سوى راية الله أكبر سلمي، ما يحمل سوى هذه الراية. والله تعادل ألف زلمة انت معدل والله شريف شريف اكو ناس يروحون للمستشفى. طيب تحملون الات تحملون غير العمل العلم العراقي؟ كل شيء ما نحمل بعدين فارغ والله مرتزق. ايه هنا عصاباته هذا هو يوم الحسين عندما قال ثار الحسين كما يدور الشعب العراقي انهم طغاة لا رحمة بهم. تم الاعتداء عليك من قبل منو؟ طبعا اكو شخص هو اللي يقوم بالاطلاق الغاز من هاي العماره مثل ما تطلعوا تشوفوها. تم الاعتداء عليك من قبل منو؟ من قبل هذول حمايه مال حراميه. قربان الخياب اللي بسيل الدموع وخربطوا اثنين اخوان وخذوا المستشفى وسرع راح وراهم.
اكو اسعاف؟ ماكو. استشهد على الجسر ليش؟ مو عراقي. هو شنو يسوي؟ هي المظاهره السلميه. هي هاي المظاهره اللي يسوي اياه. هي يضربون الشعب. يضربونه. ايش عنده هو؟ ما عنده. موع. اي جو علينا. شوف بعرن موع. لا تركب. المتظاهرين مظاهرة سلمية واكو جرحى سقطت بالشارع، فهذا ظلم وكفر. النايمين بالبيت خلي يجون النايمين بالبيت، لا حد يقول انا عراقي. مو شريف نايم بالبيت واحنا هنا. شريف القاعد بالبيت، مو شريف اللي يعوف هاي الحرامية وحقه هو الحسين. ما نسلح واحد يطب لهم، والله ما نسلح. تقدم سياسيين كلهم حراميه وسفله، واحنا جينا مو طمع باي شيء، بس جينا نطالب حقوقنا. هذا الشعب المظلوم ما عندنا اي شيء، اي غايه، لا تحزبات ولا شغلات سياسيه، انما هذا الشعب مظلوم وجينا نطالب بازاله هاي الحثاله. منطقه الخضراء كلهم سفله وحراميه. الشباب شنو ذنبهم هذول الشباب؟ حكومه ثبتت بانها ايرانيه. دمج. شنو اللي يصير بالشباب؟ شايلين غير بس التليفونات. ليش؟ من يا شباب؟ اصحوا يا عرب، اصحوا. كافي عاد. تعشوا. هنا صارت جبهه الموصل، ما صارت هيك اشتباكات عباق. جبهه هنا صارت جبهه من وراء الحكومه الفاشله الدمج الايرانيه. الحكومه عراقيه والله العلي العظيم. كل حكومة عراقية ماكو، وهذا الجيش تبخي يسر الوطن، هذا تابع لإيران، وكل عملاء رجال شاي كتلو، رجال صوبوا برجله، ناس تحكيهم على الجسر، الله ينتقم منهم، الله ينتقم منكم، وين المرجعية؟ وين هاي؟ وين المرجعية؟ هاي شيء ما مدعومة مال الشعب هاي، لأن ما الشعب هيك يسوون، هاي لو داعم حزب كان ما سووا هيك، ما سووا هيك لو داعم حزب والحزب. أنا بجامعة، أنا جيت أطالب حقوقي. احنا دواعش، احنا انقسم إسرائيل. رحم الله والديك. طلعوا شكل مظاهرات مسلحه، مظاهرات مسلحه كل يوميه نسوي. انا اريد وقفه من المرجعيه، واريد وقفه من كل سياسي شريف. الاعلاميين وين؟ نايمين يضحكون علينا، شعب مضحك كسرنا، الف واحد طاح. اسرائيل ذولي، ذول اسرائيل، ذول مو عراقيين، صرنا نجس من فلسطين. المظاهرة لون حسين شكلها تقطعت. والله العظيم يهود احنا. يلا يهود احنا. باوي باوي.
سيد مقتدى خلي يشوف يا اخي، مو وضعيه هاي. كل من مظاهرات واحد سيد مقتدى ليش ما يطلعوا يعني؟ ليش ما يطلعهم؟ ليش واحد احنا كفار احنا وهم مسلمين؟ فهمونا يا اخي، ما يصير هيك والله ما يصير. العراق واحد يا عراقي، رئيس الوزراء مالتك فرنسي، طالب شغالتي امريكي، الدوله كلها تابعه للجنسيات اثنين، وهذا كقول الرشيد انت عني على سلطان لا يقطعنا الذي في عيناك. هذا الشعب العراقي، هاي شباب الشعب العراقي، هاي خيره الشباب طالعه هنا، هاي الاحرار هنا طالعه، هكذا يعاملون؟ مظاهره طلعنا باسم الشعب، باسم الشعب نطالب الحكومه، ليش ماكو اعلام؟ هاي المظاهره، هاي المظاهره لا تابع الحسيب، لا تابع الحسيب، لا تابع الحسيب، هاي لا تابع الحسيب، شاكلها جا صورت، والاحساب الاحساب كلها لابده وراهم، ضربوا علينا رمح حي، مسيل دموع، احنا منين جايين؟ قاعد عمليات يباعوا علينا بالكاميرات الحراريه، عرق البنايه حتى يذبح راس المظاهرين، ليش مسوين؟ شهداء جرحى، روحوا صوروا. شباب منو منتصر راح يجي؟ منو؟ المرجعيه خلت تطلع المرجعيه، شوف هذا رمي من طيح. شهداء عندنا، شهداء ليش؟ 16 سنه تحكي المرجعيه، ليش ما حد، ليش ما حد؟ اذن اذن اذن، حكومتنا فاشله، حكومتنا دمج، حكومتنا داعش، داعش عباره عن داعش، هسه انتم تحاربون داعش، داعش هذا داعش. احنا واجهناكم، احنا واجهناكم بدينا، بس انتم بس واجهتونا بالرصاص الحلقة بالمسلم الدموع، بس ما نرجع. هاي شارتها اشتغلت في بغداد، ما تنتهي الا بالبصرة ان شاء الله. الشعب انتصر اعلاميا، عسكريا الجيش انتصر، دي يضربون رمي حي فوق العالم، ودي يضربون قنابل على العالم، العالم مسالمه، شايلين اعلام، بس شايلين لا اله الا الله، كلمه لا اله الا الله والله اكبر، هذه دي ترعبهم، دي يرمون علينا بطلقات حي، ودي يرمون علينا بقنابل، وينكم؟ وين الاعلام عنهم؟ هذا عادل عبد المهدي، هاي حكومتك فوق الفساد اجرام، لك شنو انت؟بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم لساحة التحرير، أبسط حقوق طلبناها، بس خوش رد، جزاء الإحسان بالإحسان، استقبلونا بالقنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع، عشرات الجرحى والرمي الحي من قبل عمليات بغداد وعمليات الخاصة، بس مع الأسف والله مع الأسف خرجنا، تعال خلي يجون واحد شريف، خلي يجي واحد أعمامي، أول يوم ردنا نطلع للمظاهرات كلهم طلعوا وقالوا إحنا برئين من هالمتظاهرة، شوف الناس جرحى بالشوارع والاسعافات من الصبح عليها قاعد تنقل، بس مع الاسف ومع الاسف اللي نايمين ببيوتهم خلي يطلعون يشوفون العالم، عشرات الجرحى وصور هنا شوف العالم شلون واقعه بالقاع، بس ان شاء الله منتصرين، وهذا الرمي شوفوا هذا الدم، هذا العلم بدمانه، وان شاء الله نبقى منتصرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء رساله لعادل عبد المهدي، خلي يطلع يشوف جماعه الدواعش الجاي يضربون بالعالم والمساكين، ترى عيب والله، عيب يا يقبلها، كلهم جبنا، هم نسوان والله، الحكومة نسوان، وين راحوا هاي الأحزاب الفاسدة؟ ما تحكي، ما تحكون، كيف لك علمنا مي طالب ثلاثة أيام، ثلاثة أيام لما طلعت عبد المهدي واستنكرت، لا وحق العباس أبو فاضل، لا وحق العباس أبو فاضل، ستار الشيعة يحكيك لك حيوان، أنا أرسلك مقطع فيديو على المرجعية خليها ببالك، واضح؟ متظاهر هذا من عالم المتظاهرين يسواك ويسوى عشيرتك يا ساقط يا ابن الساقط، ولا ستار الشيعي في ساحة التحرير باقي ويا اخواني المجاهدين ان شاء الله، وغصبا غصبا على العمايم الفاسدة، وغصبا على ذولا الكسارات والمونيكات ذولا النشال الحرامية، وان شاء الله احنا فايزين، واليوم ما نطلع، ما نطلع اليوم نموت. حقوق طلبنا بها، ابسط حقوق هاي جزافه، يضرب مسيل الدموع جوانا، رمي حي قدام تظاهرين، هاي شوف الاسعافات قاعد تنقل عندكم، ها ها ايش طلبنا؟ ايش طلبنا من عندهم؟ حراميه نشاله حاطين ايرانيين هذا يرمون علينا، هاي وينهم؟ بكل عماره ناصبين قناص، بكل عماره، بكل عماره واحد، خلي يصعدون كل عماره نشاله حبيبي، اكو بالقانون العسكري اكو عسكري واكو متلزق، انا الان جاي نوجه متلزقه، ما نوجه الاحزاب، ما نوجه العسكري الجندي، هاي المتلزقه جاي يضرب الانسان المواطن جاي طالب حقه اللي كفل الدستور، التظاهر حق دستوري، اللي سويناه لا ضربنا لا اذينا احد من عندهم، هاي قدامك جرحى، انا انسان جاي من البصره اللي هنا، جاي اظاهر اصدقائي مهندسين خريجين
واللي قاعدين بالبيوت. العامل الاجنبي جاي يشتغل بالبصره وبالحقول النفطيه ومن البيت قاعد بالبيت، لا شغل ولا عمل. لا حبيبي ما يد اي واحد يجي ويانا ضد احنا الشباب اللي نقود انفسنا لا خذ بطل على الاحزاب. احنا نحط انفسنا بنفسنا، ما نريد احزاب ولا نريد جماعه شو اسمه السيارات المضلله ولا نريد اي حزب. احنا مستقلين، احنا نريد حقوقنا. زين لا اليوم هسه خبر عاجل، هذا قائد جيش قائد طيران حاله على التحقيق، عبد الوهاب الساعدي حاله للجيش العراقي، شكو ضابط كفو حرر العراق ذب للتقاعد، وشكو واحد حرامي حتى يحمي الوطن وهم حراميه. خلي يطلعون يدزون، والله العظيم بس المرجعيه هي تحفظ العراق. يعني عم هاي الحاله ما صايره حتى باسرائيل، يعني شنو فرق اسرائيل عن هاي الحكومه؟ ها شنو فرقها؟ مجرد الايديولوجيات تختلف، الاديان تختلف، بس مو هيجي كل الاديان بها رافه ورحمه ومرحميه. هذا شعبك هذا شعبك، هذا من ولد بالعراق مو من ولد بالسويد. ليش تسوي هيك الدمار؟ الاسعافات تنقل 24 ساعه، شنو معناته؟ يعني العراق مولود؟ يعني ما عنده قائد؟ ما عنده قائد يولد؟ ليش؟ قادتنا يوميا يفصلون واحد، يوميا يطلعون واحد، شنو هاي؟ مهزله هاي؟ هاي مهزله. والله اطلاق حي قام يضربونه، يعني ما لا عندهم رحمه ولا عندهم دين، وذولا ايرانيين كلهم ايرانيين ترى، والله مو عراقيين، العراقي ما يضرب اخوه، هذول كلهم ايرانيين والله، والله العظيم ايرانيين، ولو عراقي ما يضرب اخوه العراقي. واحد السامع شلاب وكلهم حراميه، وان شاء الله احنا ما نروح عندهم. والله عم طلع دق. زين. يا اهل يشعلنا طاير، يا اهل يصيح اهل المي، حطوا كبشه وقوطوا المحلات ما ادري وين ودوا. كلهم مخابرات واستخبارات ورمي فوق انا رمي، هذا انضرب طلقات بالجو جا، هذا الحج خطيه ضربه بصفحته طلقات، شنو ذنبه؟ وهذول اهل الماي كلها حط الكبشه بيده وطبوا بالمحل. هاي اعتقالات فلس هنا، المرجعيه شنو اعتقالات فلس هنا، حط بيده كبشه وفوت اهل المحل، اهل الماي واهل البيبسي، هذا الشايب خطيه رموه. المرجعيه شنو؟ والله عم يطلب نفس عمل ذول السودانيين اشرف منهم. حيطونا فتوى اسمه يروح للشعله عم ذول اهل المواكب، اطلع فتوى انطب الخضره بدل ما نروح للحسين. ها انطب الخضره الحسين فتوى عمل الحسين مقع قاتل غير الدين والاسلام. هو ظلم، هو ظلم، هو ظلم، هو ظلم يا عالة عمي. إيه؟ ظلم من هنا، هو ظلم من هنا. انا ما راح اشوف سيد اكذب عليك، انا اكذب سيد كم تكذبون؟ طيب سيد هسه مني ما تكذب، علي دبار السيد علي الشريف الناس هالشعب. هاي عم العالم طلعت، عم العالم طلعت ترى من ظلمها من جوعها، ترى ما طلعت فايخه، الجرع ما تجرع فايخ. شنو عم العالم؟ انتوا المراجع بيكم انتوا الشراب وانتوا القدوه، انت عبد المهدي الكربلاء من تطلع انت وعمامتك. الفقر فقر مو عيب، يا فقر مو عيب، مو العالم مو حتى طلعت من الطريق، يا فقر ماكو. هسه طلع اي واحد طلع تعدال عشان 5000 دينار، اي واحد شباب هسه اهل المواكب خلي يطلعون، مو قاعدين بالمواكب خلي يطلعون اهل المواكب، كل واحد عنده موكب خلي يعوف الموكب ويطلع. باب الخضراء ان شاء الله نجوم سلبيه حسبي الله ونعم الوكيل. شفت الدواعي شلون مطلقه مصدق؟ طلقنا باسم الله ومحمد وعلى الله اكبر بي بس شارين هذا احنا هم استخدموا بينا والله كريم. نطالب بتحقيق أحلامنا، مطالبين بتحقيق حقوقنا. شكرا. طبعا مظاهرات سلمية، مظاهرات مدنية، مظاهرات عراقية، احنا طالعين اليوم لأجل العراق. مظاهرات ناس عزل سلمية 100%،
القوات الأمنية ضربات المتظاهرين، قمعت المتظاهرين لطالب الشرفاء من العراقيين، لطالب الخيرين لوقف مع هذا الشعب العراقي. شوف القوات الأمنية ضربت المتظاهرين، قمعت المتظاهرين، نداء للشعب العراقي كلها تخرج لمظاهرات عراقية، مظاهرات سلمية، سلمية 100%، لا بحثية ولا حزبية، مظاهرات مدنية سلمية، لا حد يقول عليها بحثية. نحن عراقيون سلميون مدنيون طالعون من أجل العراق، من أجل كفى الفساد، كفى الإرهاب، كفى الميليشيات. مظاهراتنا سلمية، سلمية عراقية مدنية. شوف المتظاهرين الأبطال كلهم سلميين، ما يحملون بس القلم والعلم أو لسانهم، طالعين من أجل العراق، من أجل كفى المحاصصة، كفى الطائفية، كفى المذهبية، كفى العرقية. نريد بلد آمن، نريد بلد مزدهر، نريد خدمات، نريد عيش، نعيش بهذا البلد بأمان. خيرات الوطن تذهب للأحزاب، للدول الجوار، وأبناء هذا الشعب يتحصلون الماء الصالح للشرب والسكن. نطالب العالم لوقف مع الشعب العراقي، مو مع الحكومة العراقية. الحكومة العراقية قمعت المتظاهرين، متظاهرين عراقيين سلميين، سلميين عراقيون، عراقيون، عراقيون. الشهداء الذين سقطوا في هذه المظاهرة السلمية، ولكن هي ليست بسلمية، لقد رمونا بالرمان الصوتي والدخاني والرصاص الحي. وهيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. سلمية هم سووها سلبية، إن شاء الله إن شاء الله تنقلب عليهم، سينقلب المنقلب بجاه محمد وآل محمد إن شاء الله. حبلهم صغير وجايينهم بأقرب وقت بالسلبية إن شاء الله. رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اقول له بس شغله واحده، اريد هذني جاي يضربون بين العالم، هذني الدخانيات فلوسهن يوزعهن على هاي العالم الفقره كاتله الجوع بدل ما يطق بها الشعب. زين، واتمنى هاي الرساله توصل. شكرا. انت بعد قدامك وصور، هاي جاي يرمون، هو بعد صوره وصوت، بعد واحد ما يحتاج يحكي. مظاهرة ولا أعرف شو، أنا بس أريد أعرف إحنا الدواعش لو هم الدواعش من يرمي علي أنا عدو إليه؟ يعني أنا طالب بحقي، ليش ترميني؟ سحب عليك سلاح؟ راميك؟ عابر لك؟ على شنو ترميني؟ بس أريد أعرف هذا الرمي على شنو؟ هو إيش تطلب أنت؟ هو عيب أنا أقول أنا أطلب، أنا أريد حقي، حقي أريد، أنا ما جاي طالبه ولا جاي الدين من يمه، هو ضايق حقي أريده، هاي وحدة. ثاني شيء المرجعية، احنا ما لنا شغلة بالمرجعية. أنا أسألك كل، يا أخو الزلمة يطبع لي حرامي يبوقه ها؟ وما يروح ياخذ فلوسه من يمه. أنا ما لي شغلة بالمرجعية. ذولا حرامي يباقوني أتحقق من عندهم. المرجعية تحكي ما تحكي هذا بحث آخر. غير هذا الشيء ما عندنا. حقنا نريده مو اليوم باكر عقبة. هسه اليوم هذا تحذير. تحذير. والصبر إذا عبر حد أصبح جبن. احنا هسه بعدنا بالصبر. زين؟ وكل احنا عندنا سلاح، وكل احنا ولد دوله ولد حشيد، يردونها وحده بوحده والله موجوده، ايش يردون عتاتهم عندنا ونتضارب وياهم. بس احنا ما نتضارب، تدري ليش؟ والله العظيم حيدر العبادي المالكي خلي يجيني بشلقه هسه، خلي يجيني بسلاح على الجسر، والله صعدنا بهذا، والله صعدنا بالعلم. بس اللي مصعدين مصعدين اخوتي، ومصعدين اخوتي وعيب علي يضرب اخوي، بس اخوي ما عنده احساس وينسحب، بس هاي اقولها. من ارض الاحرار باع، احنا شايلين اعلام، لو ما شايلين اعلام باع بيش يقابلونه، بس صورها زين بيش يقابلونه بالقنابل، بالقنابل يقابلونه باوع. هاي قنبله، هاي قنبله. لبيك صور، ذول ابطال